السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين لتقريب الستر المتباعد. قبل اي حاجه عشان احنا بتاعتين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهاتي الجديده، ويلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول وبقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي احنا هنعملها مع بعض واللي انا حاطط عليكم ان شاء الله فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تقريب الستر المتباعد اللي معظم البنات ومعظم السيدات بيعانوا من المشكله دي. وكمان لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر عن منطقه الصدر تحت الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو، هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي انا هعرضه عليكم، يعني بصوا هو مش صعب بس بيعتمد على حركتين، محتاج تركيز وهدوء اعصاب، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عده. يلا بينا. Ready? وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما في الحركه نفسها عن التمرين الاول، ولكن الهدف واحد والاستهداف واحد والفايده واحده، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا.
بريك. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني، دلوقتي هنعمل مع بعض وهعرض عليكم التمرين الثالث. التمرين الثالث برضو مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا هعرض عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما برضو عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، وهنعمل التمرين ده، بس اهم حاجة هدوء اعصاب وتركيز علشان توصلوا النتيجة اللي انتوا عايزينها في وقت قصير جدا. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عدة. يلا بينا.
بريك. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا الشمحنة بتاعتين تايمان. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ياريت على بكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقربات. او تقدروا تتواصلوا معايا على موقع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديدة، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.